مساء الخير. إذا جاز القول إن للسياسة نجومية فإنه يستحق عن جدارة لقب المسؤول النجم. أنيق الحديث، دبلوماسي الكلمة والتفكير، رجل دولة أتقن فن النجاح بهدوء وصمت، عشق لعبة البحث عن الحقيقة فكان صحفيا يلهث وراء الخبر، فكفأته الحياة وأصبح خبرا نفتش عنه. معنا الليلة وكالعادة سوف يدخل بيوتكم دون استئذان. معالي الوزير مروان حميدي، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير يا كارلو. مروان حميدي الوزير النجم بالحكومة السابقة، مروان حميدي النائب النجم بالبرلمان السابق وبالبرلمان الحالي، طبعا كان مالق الشاشة وشاغل الناس لدرجة أنه كان التفكير السائد أنه مروان حميدي هو الوزير الباقي إلى الأبد، إذا فينا نقول إلى الأبد بين هلالين. فجأة مروان حميدي اختفى، احتجب، الأضواء اللي كانت بتسلط عليه من قبل خف وهجع. بيبقى السؤال، وين اليوم مروان حميدي؟ هل هو فقط نائب على منطقة الشوف؟ هل هو فقط عدو بجبهة النضال الوطني؟ الحقيقة أنه التبديل إجا بالنسبة لي وكأنه رأفة من الله. ليش؟ لأنه التبديل مهم بالنسبة للخلف، بيجي حدا جديد عنده أفكار جديدة، ومهم بالنسبة للجمهور لأنه الجمهور عاشق للتبديل، وشفنا انتخابات بريطانيا من أسبوع فقط كيف عطت هالجو هالعشق هالاندفاع نحو التبديل. والتبديل مهم للي بيتبدل، للي بيظهر من الساحة إلى ساحة أخرى، لأنه كمان هو بيرجع بيكون أفكاره، بيراجع مسيرته، وبيفسح المجال أمامه أنه يعمل شيء تاني. في ناس ما بيعرفوا يعملوا إلا شغلة واحدة. أنا الشيء الوحيد يمكن اللي تميزت فيه هو أني سريع التكيف مع الوضع، ويمكن الابتعاد شوي عن الأضواء ضروري من وقت للتاني. الناس بتصير معها سوء هضم للمسؤولين اللي بيضلوا طالعين ليلية على التلفزيون. يمكن كمان كنت وزير صحة ويمكن تسببت بسوء هضم بكثرة طلاتي في على الشاشة وبالصحف وكذا فيما يتعلق بالقطاع الصحي. هالشيء أكيد لا، لأنه شعبيتك سيز مروان هي شعبية كتير كبيرة، ما رح نزيد عليها هلأ ولا نحكي فيها. بس إذا أنت عم بتشبه شوي يمكن الواقع اليوم بلبنان لشو صار ببريطانيا، هني شوي بيختلفوا عن بعضهم. ببريطانيا كانت إرادة شعبية وديمقراطية، الناس كان بدونها التغيير. هون بلبنان الشعب ما له، ما في عنده كلمة، وإذا بدك تعمل استفتاء وتشوف الناس شو بتحب أو شو بتأيد، الناس على طول ما أيدتك، والناس كانت بتحب أنك تضل وزير. هذا افتراض. نحن افتراض. بس في شيء اسمه يمكن مش الإرادة الشعبية المباشرة، بس في شيء اسمه اللعبة السياسية اللي بتتحكم بتغيير الوجوه والحقائب الوزارية. طبعا في قطاعات أو وزراء مسلمات ما بيتغيروا من وزارة لوزارة، وفي وزراء يعني قابلين للتغيير، وأنا منهم والحمد لله. هل أنت راضي اليوم؟ الحقيقة أنه يمكن بالأساس الواحد بينصدم أول أسبوع أسبوعين ثلاثة، مش بينصدم لأنه انتقل أو تغير، أو بينصدم لأنه بتغير نمط حياته. مثل واحد إذا نقل من جامعة للتاني، من مدرسة للتاني، بده يتعود على جو جديد، أساتذة جديد، طلاب جديد، رفاق جديد، بيتضايق أول أسبوعين ثلاثة، بعدين بيكتشف أنه في الحياة العملية وفي الحياة السياسية مجالات وآفاق واسعة جدا كان العمل الوزاري اليومي يحجبها عني ويمنعني عن الطلع عليها. فما في شك أني اكتسبت حرية كبيرة بالوقت اللي خسرت حقيبة وزارية. وموضوع الحرية خصوصا ببلادنا وبهالأيام شغلة مهمة كتير وعزيزة على قلبي. على كل حال كواليس الحيط سهيدي اللي هنحكي عنها بعد شوي، لكن مروان حميدي طبعا نحاوره أو نحكي معه ونتحدث معه، ما فينا إلا ما نحكي عن وزارة الصحة. وزارة الصحة إذا فينا نقول كانت طفلتك المدللة، اهتميت فيها واعتنيت فيها وثبرت واجتهدت من أجلها حتى أصبحت هالوزارة
مهمة وأخذت دور وحجم أكثر من ما هي. هي طبعا وزارة كتير مهمة بتستاهل أكثر نحكي عنها ونهتم فيها، لكن بواقعنا اليوم والميزانية المخصصة لها حجمها محدود. مروان حميدي، بطاقة الاستشفاء يلي استحدثت على عهدك يلي أنت طبعا أطلقتها، وين اليوم؟ هي مش بطاقة استشفاء، هي فتح الاستشفاء لكل المواطنين وإفساح المجال أمامهم، حتى إذا ما كانوا مضمونين في هيئة رسمية أو خاصة ضامنة، أنه يقدروا يدخلوا المستشفى ويتغطوا 100% في هذه المستشفى. هاي كانت سياستي، كانت سياستي أحيانا رغم آراء وزراء المالية أو يعني اللي بيطلعوا بالقرش فقط، لأنه بهالمرحلة هاي، بالمرحلة اللي خاض لبنان بعد اتفاق الطائف، بالوقت السلم الأهلي كان عم بينبنى، كان لابد من بناء سلم اجتماعي. والحقيقة اللي ما حققناه بالطائف هو هذه الوثيقة الوطنية الاقتصادية الاجتماعية. عملنا نوع من ميثاق وطني جديد، بس هالميثاق الوطني أغفل بكتير من الشؤون الواقع الاجتماعي للبلد. فأنا حبيت أتصدى لها الواقع من دون ما أكون لا خبير بالصحة، طبعا أنا مجاز ومعي دبلومات علوم عليا بالاقتصاد، بس أبدا ما كانت يمكن مؤهلاتي لا الجامعية ولا المهنية، لأنه كنت صحافي في حياتي المهنية، هي عدتني لوزارة الصحة. وزارة الصحة بدها شغلتين، بدها اقتراب من الناس، وبدها قلب، وبدها مثابرة، وبدها 18 ساعة شغل بالنهار، لأنه أنت بتكون طبيب الأطباء، أنت معني بكل شخص. يعني إذا في واحد ما قادر يفوت على مستشفى في مكان ما من لبنان، مفروض أنت ما تنام قبل ما تأمن له دخوله على المستشفى. إذا ما قادر يدفع فاتورته، مطلوب منك أنك تلاقي السبل، أيا كانت الأنظمة والقوانين، تلاقي السبل والوسائل اللي بتغطيه وبتخليه يطلع من المستشفى معافى ومغطى. هذه هي وزارة الصحة بلبنان. بيقولوا لك شو هي السياسة الصحية؟ السياسة الصحية طبعا عملنا مجلدات عن السياسة الصحية وقدمناها للبنك الدولي تنحصل على قروض ومساعدات، وحصلنا عليها. وفي مستشفيات عم تنشأ حكومية في عدد كبير من المناطق، في مستشفيات جامعية عم تنشأ، بس مش هيدا الأساس. الأساس انك تفتح القطاع الصحي لكل مواطن بالتساوي، مش يصفي بس المعافاة والتداوي من حق الرجل أو المرأة الميسورة، أن يكون ذلك أمام، يعني أن يكون ذلك متاح لكل مواطن في كل وقت في كل مكان. بيسموها l'accessibilité et l'égalité devant les soins، يعني بلوغ المعاينة والمعالجة الطبية والمساواة أمامها. طيب اليوم معالي الوزير، الديون المتراكمة على وزارة الصحة أو على أكتاف وزارة الصحة، مين بيتحملها؟ بدها تتحملها الدولة بشكل كتير طبيعي، لأنه الدولة لما أنت بتقدم لها موازنة بأول السنة بتقول لها أنه نحن نتوقع يكون في حاجة ل 100 مليون أو 100 مليار ليرة بالسنة، عم بعطي مثلا. إذا عطوك موازنة 60 أو 70، من الطبيعي أنه أنت ما فيك تعالج 60 أو 70% من الشعب اللبناني فقط، بدك تعالجهم كلهم، وبدك تصرف ال 100 مليار، وبدها الدولة تلحقك بصرف ال 100 مليار. هذا ما يجري في فرنسا، هذا ما يجري في بريطانيا، هذا ما يفسر العجز في هذه الدول الصناعية، ولكن هي دول كمان يعني تتطلع إلى شأن الصحي عند المواطن على أنه هو الشأن الاجتماعي رقم واحد اليوم في الصحة، في التربية، في الإسكان. هالأمور إذا ما حطيناها بأولوياتها وعطيناها حقها في القانون وحقها في الاعتمادات، بنكون نحن عم نوجه شعبنا نحو الانفجار الاجتماعي. طيب هالحملات الإعلامية والحملات التوعية يلي واكبت البطاقة الاستشفائية، وين اليوم؟ ليش خفت؟ لا بتصور مستمرة،
وأنا اللي لاحظته عند خلفي عند الوزير فرنجي هو اندفاع، واندفاع الشباب يعني عنده يمكن زيادة عني، يمكن الفرق بالعمر والقدرة على أنه يكون كشاب عاطي وقت أكثر، ماني عارف يعني، بس وبعرف أنه بيركز كتير بكلامه على السياسة الوقائية، على السياسة الوقائية. بس الشأن الوقائي بلبنان شأن ما بيتعلق فقط بوزارة الصحة ريكاردو، الوقاية بلبنان شأن يتعلق بكل الوزارات. إذا ما في كهرباء بلبنان الأكل اللي بتحطه بالبراد بيصير فاسد وبيصير في حالات تسمم. إذا ما في مي ومي نظيفة بلبنان بترجع بتتعاظم الأمراض المعدية، بترجع بتلقى التيفويد وبترجع بتلقى الديزنتري وبترجع مثل ما صار ببعض الحالات في سنوات سابقة وواجهناها بحزم وانتصرنا عليها، حالات من الكوليرا أيضا. إذا ما في بيئة سليمة، إذا في دخان مصانع، إذا في كسرات زيادة، إذا مياه البحر ملوثة، إذا مياه الأنهر ملوثة، كل هيدا بيتسبب بالنتيجة بأمراض. إذا الطرقات مش معبدة، إذا ما في شرطة كفاية، هيدا بيتسبب بحوادث. إذا التربية مش سليمة، إذا ما في وقاية في المنازل، إذا ما علمت الأمهات كيف يحموا أولادهم، هذا بيتسبب بحرائق، بيتسبب بأحداث منزلية. كل شيء له علاقة، مش وزارة الصحة بالنتيجة تتحمل النتائج، نتائج يمكن تقاعس أو فشل وزارات وإدارات أخرى في إعطاء المواطن حقه كل واحدة في مجالها. ولكن وزارة الصحة من واجبها أيضا أن تنبه وتحرك هذه الإدارات كلها إلى ما هو الأفضل بالنسبة لكل شأن من الشؤون. مش دايما سهلة، التضامن الوزاري كلمة حلوة بس مش دايما وزير بيقبل من وزير الثاني نصيحة أو إرشاد أو توجيه، خاصة عنا بلبنان، خصوصا عنا بلبنان كل واحد تعرف مسكر على وزارته وكأنها ملك في تكتلات وزارية. نعم. هون المشكلة. نعم. بلبنان حتى ما نحكي بالكانتونات الوزارية وبالمذاهب الوزارية وبالطوائف الوزارية. أستاذ مروان حميدي أو معالي الوزير مروان حميدي، اليوم السيد سليمان فرنجي هو وزير الصحة، وذات الخلف بيورت من سلفه، أنت شو وردت وشو تركت له؟ هل تركت له خطة عمل؟ هل تركت له برنامج عمل؟ الحقيقة أنه يعني خلال الأربع سنوات اللي قضيتها بوزارة الصحة تركت عدة مشاريع، مشاريع منجزة ومشاريع قيد الإنجاز. بين المشاريع المنجزة اللي هلأ بدها تستفيد منها وزارة الصحة وبالتالي بده يستفيد منها لبنان، قوانين مثل قانون الأداب الطبية اللي تطبيقه بيحسن كتير العلاقة بين المواطن وبين من يداويها طبيب، ونعرف أنه العلاقة مش دايما على أحسن ما يرام. تركت قوانين تتعلق بالوقاية من التدخين، تركت قوانين تفرض أو توجب الشهادة الصحية قبل الزواج اللي ما كانت موجودة في لبنان، تفرض السجل الصحي لكل طفل في لبنان، واللي بتأمل هيدي بدها تساهم بتخفيف معدل الوفيات عند الأطفال حتى يرجع يبلغ لبنان المرتبة اللي هي مرتبته الطبيعية، أي مرتبة الأوروبيين مش مرتبة دول العالم الثالث. إلى جانب ذلك تركت عدد كبير من المشاريع اللي بتأمل أنه رح يدشنا الوزير فرنجي وطبعا الرئيس هراو والرئيس الحريري، اللي هي مستشفيات في كل المناطق اللبنانية التي لا تغطيها خصوصا المستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى المستشفى الجامعي في بيروت. بالإضافة إلى ذلك مشروع تأهيل وزارة الصحة اللي لازم تصير بالنتيجة إدارة قادرة على إدارة الشأن الصحي في لبنان، لأنه أنا استلمت ركام وزارة كنا قاعدين بغرفتين ونص بالمختبر المركزي. المهم أن تكون هناك إدارة قادرة تدير السياسة الصحية، الإنفاق الصحي، الإرشاد الصحي، الوقاية الصحية، أي كل جوانب السياسة الصحية. وحصلنا على قرض ومشروع من البنك الدولي هو قيد التنفيذ حاليا. هناك كميات هائلة من الأدوية والأدوات الطبية يلي استلمتهم وزارة الصحة،
هل وزعتون على كل الجمعيات وعلى كل المؤسسات بشكل متساوي؟ في الحمد لله ايه. انا يعني يمكن الشيء الوحيد اللي بقدر فسره كسر لي علاقتي مع المواطن اللبناني انه لم اعتنق يوما في سياستي لا المناطقية ولا الحزبية ولا الفئوية ولا الطائفية، وحاولت ان اكون وزير لكل لبنان الى درجة انه يمكن احيانا كنت اهمل منطقتي لكي اتعاطى بشؤون وشجون مناطق اخرى كنت اعتبرها اكثر حاجة. الجنوب في مرحلة العدوان المستمر عليه، مناطق الشمال بسبب انكشاف الصحي ودقة وضعها الصحي، البقاع لأنه الأقل تجهيزا بين كل مناطق لبنان. فكنت تشوف أني كنت يمكن زور هذه المناطق أكثر ما أطلع على دائرتي الانتخابية. اللي بقدر أقوله أنه الأدوية التي وزعت بكل تأكيد بشكل متساوي مع أفضلية للجنوب. هناك مخزون ضخم من الأدوية موجود حاليا في وزارة الصحة، من الأدوية اللي وصلت السنة الماضية واللي رح تسمح لوزارة الصحة أنه على سنة أو سنتين يمكن ما تحتاج لاعتمادات كبيرة لشراء الدواء، منها مساعدات من المملكة العربية السعودية. مفهوم لحدال ساري هالأدوية؟ هي عند العام 2000 في عظيم. بما انه نحكي عن جنوب كنا هلا بمجزرة قانا، هالمساعدات يلي اجت من برا من سيارات اسعاف ومن هبات ماديه اجت من دول عديده واجت باسم وزاره الصحه، هل ايضا وزعتوها على الناس بانصاف وبتعادل؟ لم يبقى لا سياره وحده الا سياره وحده كطوارئ لدى وزاره الصحه. السيارات حوالي 30 سياره اجوا من السعوديه ومن الكويت باكثريتهم، توزعوا على المستشفيات الحكومية والمستوصفات الحكومية في الجنوب وفي البقاع الغربي، وخصوصا في تبنين، النبطية، صيدا، صور، كذلك في جزين، كذلك الأمر في مناطق خربة قنفار، رشية، يعني مناطق البقاع الغربي، إلى جانب عدد من السيارات التي أعطيت للصليب الأحمر اللبناني مباشرة، لأنه أنا بحب حيي الصليب الأحمر اللبناني لما قدم من خدمات خلال العدوان الإسرائيلي في العام الماضي، وكذلك بعض الهيئات الأهلية. وفي عدد من السيارات 4 أظن أعطيت لكشافة الرسالة الإسلامية في الجنوب، تعويضا عن سيارات دمرت خلال العدوان، ومنها إذا بتتذكروا هالسيارة اللي استشهدوا فيها أولاد بالمنصوري في منطقة سور. المشكلة أنه في تفاوت بالآراء هنا، المسؤولين بأكتوا أنه أتموا واجباتهم على أكمل وجه، بينما المواطنين إذا نعمل استفتاء بيقولوا أنه بينفوا هالشيء، بيقولوا أنه لا نحن ما حصلنا على شيء، حصلنا على كميات قليلة أو محدودة. هل كان في رقابة على التوزيع؟ ليك في المواطنين حسب انتمائهم السياسي كمان تجاذبتهم طيارات، ففي ناس بيقولوا انه في هيئات سياسية او في هيئات اجتماعية، تعرف عنا بالبلد كل جمعية اهلية تابعة لركن او تكتل سياسي، كل مستشفى له احيانا صبغة طائفية او صبغة سياسية حسب المدير المهيمن عليه وكذا. فالمواطنين بلبنان كثيري الحساسية على هالموضوع هذا، ففي ناس بيقولوا لك انه راحت المساعدات باكثريتها لهذا المرجع الكبير ولم توزع بشكل متساوي، في ناس بيقولوا لا الدولة كانت غير منصفة في التوزيع فاعطت اصحاب النفوذ اكثر ما اعطت فئات تانية. انا بقدر اكد لك وارتاح الضمير 100% انه من ضمن المعطيات اللبنانية كان توزيع المساعدات بأفضل شكل ممكن. ما بقول أنه كل شيء مثالي، ما بقول أنه ما في ناس احتفظت، ما بقول أنه ما في ناس أننت، ما بقول أنه ما في ناس يمكن محتفظة من مخزون خصوصا إذا خايفة من طارئ جديد،
بس بقدر أقول أنه تحت الضغط وتحت الضرب وبالأحوال اللي كانت موجودة كل واحد عمل قد ما فيه يعمل. معالي الوزير، هنالك بعض الشائعات يلي حاولوا يطلوك من خلالها، هنالك بعض الأخبار المغرضة والملفقة، برأيك أنت مين كان وراء حياكتها أو تفصيلا لإزاحتي يعني عن الوزارة أو إذا بدك؟ ما بتصور هلا أي مسؤول بتعرف بيكون مستهدف. هل في ضريبة للنجاح؟ لا ما في، بتعرف أنا بلبنان بقول إنه إذا ندعي كل واحد منا النجاح بتصور ما بترك مجال للتحسين. أنا ما بدعي النجاح، أنا بدعي إنه عملت كل ما بقدر أعمله لإنجاح سياسة صحية معينة قريبة من المواطنين، عملتها بشكل متوازي من دون تمييز، عملتها بقلب مفتوح، يمكن عملتها بكرم زيادة بس هالكرم كان للمواطنين ما كان لا للمسؤولين ولا أصحاب النفوذ ولا مؤلفي الوزارات. إن شاء الله دائما موفق سيد مروان. رح نتوقف مع الإعلام، رجع متابع لقائنا. أعزائي المشاهدين، بعدكم مع برنامج مرايا وضيفنا الليلة ومعالي الوزير مروان حميدي، خليكم معنا بعد الوقفة الإعلانية. نرجع نتابع لقائنا مع معالي الوزير مروان حميدي ضيفنا الليلة بمرايا. أهلا وسهلا فيك مرة تانية. مروان حميدي فاز بالانتخابات النيابية الأخيرة بشكل لافت وملفت، ويقال أنه الانتخابات كلفته حقيبة الوزارية، شو صحة الكلام؟ لا بتصور مش صحيح الكلام، لأنه ما بتصور أنه أي مسؤول كان مسؤول عن تشكيل الحكومة أو كانوا رفاقي في جبهة النضال وتحديدا الوزير وليد جنبلاط ممكن يكونوا يعني تحسسوا من موضوع الأصوات النيابية بالانتخابات النيابية لكي أبعد عن الحكومة. لا ما بتصور. فموضوع الأصوات موضوع طبيعي جدا، فسرني عدة مرات. بتصور كان متوقعوا رئيس الجبهة و زملاء النواب اللي نجحوا معي قبل الانتخابات وكنا نحكي فيها بشكل طبيعي، وهي يمكن كانت نتيجة ما عم بقول النجاح في وزارة الصحة. قلت لك أنا ما بدعي النجاح، بدعي السعي. يمكن هالسعي قربني من المواطنين وأتاح لي يمكن أداء خدمات خلقت علاقة حميمة مع قطاعات عديدة من الشعب، خصوصا الشعب المحتاج المسكين، ووفرت لي بكل نقطة من النقاط بضع أصوات إضافية إذا جمعتها طلعت هذا الفرق. أما بالأساس أنا اتكلت أولا على جبهة، على كتلة، على زعامي زعامة وليد جنبلاط، على حزب وعلى وحدة الجبل في التصويت، لأنه صار في تكتل مهم بالجبل بالانتخابات الأخيرة. وما تنسى أنه التكتل تجاوز الحزبيات العادية، يعني نحن من عائلة يزبكية تقليديا يقال. أنا ما عدت أبدا من نشأتي ما عدت توقفت عند هذه الحزبيات وتجاوزتها، ووليد جنبلاط متجاوزها. بعد في يزبكيين؟ في يزبكيين، في متزمتين هون مثل ما في متزمتين هناك، عرفت كيف؟ بس أكثرية أبناء الجبل من الموحدين الدروز تجاوزوا هذه الحدود المصطنعة التاريخية القديمة إلى آخره، واللي لها علاقة بإبقاء زعامات معينة أو إقطاعات معينة إلى نظرة جديدة للمجتمع. وبتصور أنه عائلاتنا اليزبكية صوتت مع الكتلة الجنبلاطية، وبالنتيجة هذه وفرت قاعدة أصوات لا بأس بها، ما بقدر أدعي أنه أنا جبتها. هاي أولا. ثانيا إذا بتاخد تركيبي اللي حاول وليد جنبلاط بتلاقي انه أكثرية النواب اللي بكتلته الدروز يعني من اليزبكيين، إن كان مروان، إن كان أكرم شي، إن كان أنور الخليل، إن كان أيمن شقير، كلهم من عائلات يزبكية. فهذا بيبين لك قديش هالتجاوز للحزبية القديمة أتاح معادلات جديدة بالجبل ونتائج جديدة بالانتخابات. هذا ما حصل سنة 92 وما حصل بشكل أوضح كمان بشوف وبعلي وبالمتن
سنة 96. يمكن هذا هو أول سبب. إذا سبب الأصوات هو أول سبب. السبب الثاني يقال أن علاقتك المميزة مع الرئيس رفيق الحريري كانت أيضا حافز إزاحتك. شغلة ثالثة يقال، أنا عم أقول لك شو عم نسمع، والناس الأجواء الموجودة عند الناس الأجواء السائدة، أن هنالك خوف من زعامة جديدة بالجبل هي زعامة آل حميدة. شو تعليق على هالموضوع؟ بتصور أنه الواحد هيك عم نبعد عن الحقيقة اللي هي دايما أبسط من التأويلات. لا في ادعاء لزعامة جديدة، آل حميدي كانوا دايما موجودين كعائلة مهمة بالشوف، مش بهالشعبية بس مش لا ولا يعني بالتاريخ كانوا موجودين، بس ما كانوا بمرتبة العائلات الكبرى الإقطاعية ذات نفوذ. كذلك بالنسبة لعلاقتي بالرئيس الحريري، علاقة دائمة مستمرة من وقت ما تعرفت عليه وعجبت بالشخص ورفقته بمراحل. كان هو يمكن مبتدئ في السياسة، بس كان مبتدئ باندفاع وبقلب مفتوح وبمساعدات للبنان. يومتها أنا كنت وزير آخر حكومة للرئيس سركيس بين العدوان الإسرائيلي والاجتياح الإسرائيلي سنة 82، وبتذكر بأي اندفاع ما بنعرفه كنا على التليفون يبعث مساعدات على صيدا وعلى بيروت للحقيقة إسعاف ولإغاثة مئات الآلاف من المواطنين أنذاك. ونمت علاقة اتطورت من خلال مؤتمرات القمة بجنيف وبلوزان، حيث كان لا يزال مندوبا سعوديا في هذه المؤتمرات. والعلاقة ما كنت أنا فاتح على حسابي فيها، كانت علاقة لكل القوى الوطنية أنذاك في التعاطي معه. كان الأستاذ وليد جملاط، الأستاذ نبيه بري، والرئيس كرامي، يعني كلنا أعضاء بجبهة واحدة هي جبهة الخلاص الوطني، كان اسمها جبهة الخلاص الوطني. فنمت علاقة وبقيت هذه العلاقة عبر السنوات عبر محاولاته إنجاح مؤتمرات الوفاق أو مساعي الوفاق إلى الاتفاق الثلاثي اللي فرض تاني يوم، إلى اتفاق الطائف اللي لعب دور مهم فيه وصولا إلى حكومة. فأنا مش من النوع ريكاردو اللي يمكن اللي بيغير ولاءاته. أنا صديقي من 25 سنة وليد جنبلاط، كتير ناس حاولوا أنه يحرضوا وليد علي أو يغروني بالانفصال عن وليد، أنه إذا بتنفصل عن وليد تعمل شخصية مستقلة. كتير ناس كتير قوة حسب الأيام، حسب مع مين كان يختلف وليد أو حسب مين كان يحسد مني ينحسد مني. لا لا لا، أوسع من هيك وأبعد من هيك وأكبر. فلا أنا وقعت بالفخ ولا ممكن وقع بالفخ، لأنه في صداقة حميمة جدا هي أهم من كل ما مر علينا. في صداقة بأيام ما كان حدا يلتفت إلنا، لما كنا نفوت على محل على قهوة ببيروت كانت الناس تظهر من القهوة لأنه تعتبرنا نحن يعني خطر أمني، security risk. فهذا كله الحقيقة هالمحاولات هون فشلت. وبعدين لما طلعت من الحكومة قالوا لي كيف انت منك مع المعارضة، كيف ما نقلت؟ طيب معقول انا بكون موالي لما بكون وزير وفجأة بقفز للمعارضة وبنقل باروتي من كتف الى كتف لانه بطلت وزير؟ هلأ يمكن في كتير امور، في كتير شعارات، في كتير انتقادات رفعتها المعارضة ما في شك صايبة فيها وهي على حق، بس أنا بكون قليل الوفا وغير متجانس لا مع انتمائي السياسي لا مع كتلتي. طيب الكتلة تغيروا فيها الوزراء، طيب ببطل واحد نائب بكتلته لأنه إجر فيه وزير؟ لا الحقيقة يعني القول الشائع العربي أنه لو دامت إليك لو دامت لغيرك لما آلت إليك شيء. طيب هيدا هو سر التغيير الدائم.
هيدا حال شيء رائج بلبنان وشائع، انه كل انسان بيصير خارج السلطه او سلطه تنفيذيه بيصير برات اللعبه او بيعتقد انه هو برات اللعبه وبيصير معارضه، تعودنا عليه. على كل حال حنتقل هو هذا سر شوي لبعض سكوتي بهالمرحله، في اشياء يمكن ماني موافق عليها بس اني جاهر فيها، بكون عم بطعن برفاق اللي عم بيحاولوا كمان هني بدورهم يقوموا بافضل ما يستطيعون ان يقومون به. استاذ مروان حميدي، حضرتك غير حزبي، انت ما بتنتمي للحزب التقدمي الاشتراكي، ويقال انه اعضاء المكتب السياسي بالحزب التقدمي الاشتراكي عم بيحاولوا منذ سنوات عديده انه يفرقوا بينك وبين معالي الوزير وليد جملاط، يعني حاولوا يخلقوا حساسيات بينك وبينه، وهالشيء تفاقم مع الوقت وادى اليوم للي ادى له وللنتيجه اللي وصل لها. شو تعليقك او شو صحة الحكي؟ عم تقول ادى اليوم، بقدر طمنك انه اليوم علاقتي بوليد افضل مما كانت من سنتين ومن ثلاثه ومن اربعه. اكيد؟ اي اكيد. ساله اذا رح يمرق معك على برنامج ساله. هي اولا. ثانيا، ضمن كل حزب في يعني دائما هيك تنافس، مش هيك؟ وانا رغم انه ماني منتمي للحزب، كنت معتبر وبعدني معتبر من اكبر من اكثر المناصرين او اقرب المناصرين اذا صح التعبير. لا، انا بتصور بكل حزب بيتنافسوا بين بعضهم اكثر ما بيتنافسوا مع غيرهم. ما في شيء غير طبيعي صار بالحزب الاشتراكي ما صار بغير احزاب. المراحل اللي ابتعد منها ناس عن الحزب هي المراحل اللي مثلا الوزير دلول ترك الحزب، كان نائب رئيس. انا ما كنت لا حزبي ولا عندي موقع رسمي، كنت دائما قريب للالتزام الحزبي، يعني للرؤيه اللي كانت عند الحزب، وقريب جدا لوليد جملاط. يعني انت قريب من العقيده الاشتراكيه، قريب من فكر كمال جملاط، من شخص وليد جملاط. ما في شك انه من وقت نشأتي، بالوقت اللي يمكن كانت عائلتي تصوت شمعوني بالجبل بالشوف، كانوا مرشحي آل حمادي على لائحه كمين شمعون احيانا، او مره واحده نجحوا يمكن سنه 57، بس بظروف لا تزال تثير كثير من الغبار والحكي، وفي مراحل كانوا يسقطوا. بس انا بعتبر انه خدمت منطقتي، خدمت توجهنا السياسي، خدمت بلدتي، وخدمت عائلتي ب يعني اقامه هذا الحلف مع الوزير وليد جملاط. طيب قديش الالتزام بيفقد او بيخسرك البعض من شخصيتك استاذ مروان؟ لا، ما بتصور، لانه من مكونات شخصيتي ريكاردو كان الايمان ببعض المسلمات الوطنيه. انا كنت في الاساس وما ازال قومي عربي، بس قومي عربي يؤمن بلبنان وباستقلال لبنان، وخصوصا بنظام لبنان الديمقراطي، لانه بدون ديمقراطيه ما في لبنان. وما كان يمكن يقربني اكثر واكثر الى كمال جملاط انه كان ينظر حتى الى الوحده العربيه على انها وحده لا يمكن ان تقوم بين ديمقراطيات وديكتاتوريات. لابد أن يبلغ العالم العربي مرتبة معينة من الديمقراطية، يقدر كل واحد يأخذ قراره بإيده بنفسه ويدخل على البوتقة الوحدة، أكانت سوق مشتركة، أكانت صيغة مثل أوروبا الموحدة، أيا كانت الصيغة، يدخل بملء إرادته وبحرية الخيار. وهذا شيء أساسي. وإذا بدنا ننجح شي يوم فكرة العروبة، هي بالعودة إلى فكرة الحرية. لا عروبة بدون حرية، ولن نصل إلى أي شيء عربيا من دون الحرية. أستاذ مروان، الدبلوماسية بالكلام، هل ورثتها من والدك الدبلوماسي والسفير؟ يعني بتعرف نشأت أنا بعائلة أو ببيت دبلوماسي، وكنا ننتقل من بلد إلى بلد حسب ما يصدر المرسوم، طارة باليونان، طورا بتركيا، يوغوسلافيا، النمسا، أفريقيا، باريس، يعني انتقلنا هيك مع العائلة. ويمكن هذه النشأة عودتني على طريقة في التواصل مع الناس
هي طريقة يمكن لايقة ومقنعة في بعض الأحيان. لا مش دايما مقنعة، في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يعني. ولكن الواحد شو بيخسر من اللياقة؟ اللياقة شغلة مهمة، يعني بتكون زتيت الجسر الأول. هلا يمكن ما عبرته بتكون، بس بتكون حطيت مداميك هذا الجسر لما بتكون لايق. هلا إذا الطرف الآخر غير لايق معك تقطع شيء بسيط. مروان حمادي ماذا يقول في الخوف؟ شوف، في أشياء بتخوف أشياء ما بتخوف. اللي بيقول لك ما بيخاف من شيء هو بيخاف من ربه. ثانيا بده في بعض الأحيان أنا خفت فيها، يمكن مش بالحرب اللبنانية. بالحرب اللبنانية كان لابد من مواجهة الواقع، العبور من خلاله بأقل خسائر ممكنة طبعا، الحفاظ على خط السياسي والنضال من دون إيقاع ضرر كبير جدا بمن تصطدم به. أما الخوف، يمكن بمهنتي الصحفية واجهت مراحل خوف. أنا عملت مراسل بفيتنام مثلا سنة 67 و68 على مدى 3 أشهر، وفتنا بالأدغال وطلعنا وغطيت الفيتنامين، الجنوبي اللي كان الجيش الأمريكي فيه والشمالي هانوي اللي كان يقصف ليلا نهارا من قبل الطيران الأمريكي. وفي مراحل ما بخفيك، إما على نهر الميكونغ أو في طيارة نقل عسكرية أو من خلال التجول حتى في سايغون أو للقاء خلية من الفيتكونغ مثلا، من شباب الفيتكونغ بجامعة سايغون. في أوقات كنت خاف. المرة الثانية اللي خفت فيها هي الحقيقة بقبرص. رح تستغرب ليش بقبرص. كنت مراسل للنهار وللأوريون لجور في قبرص سنة 1974 عندما تم تقسيم الجزيرة والإنزال التركي، وكنت مع عدد من الزملاء الصحفيين في فندق على خط التماس بقلب نيقوسيا بين الأتراك واليونان، وكانوا الأتراك عم بيهاجمونا لأن الدول العربية متعاطفة مع اليونان، مع اليونانيين، معتبرة أنه هذا التقسيم هو يعني مقدمة لهيمنة تركية على الجزيرة. وبالتالي بنعرف نحن وبنعرف اليوم شو صاير وين سياسة تركيا تجاه العالم العربي وتجاه القضايا العربية، مش هيك؟ بالمقابل كانوا اليونان من الانقلابيين تبع الكورونيل سامسون ضد الرئيس ماكاريوس. كان الأرشيفاك ماكاريوس هو رئيس الدولة، عملوا انقلاب عليه وهذا ما جر التدخل التركي. بدهم أنه دولنا تعترف بالانقلاب ودولنا مش معترفة. فصفينا رهائن لمدة 5 أيام. لا اليونان بيخلونا نطلع من أبو الأوتيل من قبو، كنا بالقبو بدون أكل مع شوية مي وخبز. كم صحفي كنتوا؟ كنا 7 صحفيين عرب، بذكر لك منهم الزميل وفيق رمضان اللي بعد كل هالأحداث هاجر وقعد بواشنطن ما عاد بين. وخامس يوم اجت الأمم المتحدة طلعتنا بالدبابات، كنا بالشورت، أخذونا كل تيابنا، ما معنا وراق، ما معنا باسبور. حنوا علينا مين؟ الفرنسيين. اجت القنصلية الفرنسية ضبضبت شو في لبنانيين بهالقاعدة الجوية. كان في 34 لبناني، منهم كان في مهندسين عم بيشتغلوا بشركة مقاولات نسيب لحود، كانوا عم بيبنوا يمكن شركة اسمنت وكذا. فأنا جمعت اللبنانيين، أخذت أسماءهم وتفاوضت مع الفرنسيين وأخذونا بالطيارة عبيريز مثل ما نحن بالشورتات وبالميو وكذا، ورجعوا ردونا عبيروت بعد ما لبسونا وعطونا لسيباسي. هيدي المرتين اللي أكثر شيء الحقيقة خفت فيهم. خفت لما كنا بهالليل المظلم رهائن في فندق الليدرا بالاس في قلب نيكوسيا. وبتصور أنا يعني كنت لما يصير في حالات أخذ رهائن كنت دايما أعرف تماما شو بيشعر أو شو بتشعر الرهينة لما بتكون فاقدة حريتها إرادتها. وهي رهينة مش بس الأحداث، هي رهينة يمكن مزاج عند واحد، عند شخص.
تركوا حال في مواطنين بحس حالهم رهائن ببلد بوطن صحيح. وهذه يمكن شيء بيخوف وبيرهب أكثر. حديث مشوق مع الأستاذ مروان حميدي وحديث طويل بعدنا بنصفه، النصف الآخر والفقرة الثالثة من تبع بعد الوقفة الإعلانية. خليكم معنا أعزائي المشاهدين، نرجع من تبع لقائنا مع معالي الوزير مروان حميدي ضيفنا الليلي بمرايا. بالإضافة إلى كونك قريب الأستاذ غسان تويني، شو بيجمعكم سوا؟ شوف، بيجمعنا أولا أنه غسان تطلع إلي أول نشأتي، وكأني الأخ الأصغر الشقيق الأصغر، وأستطيع أن أقول ربما الأقرب إلي. فغسان عنده 3 أخوة، كان عنده 4 بالحقيقة. وأول طلعتي بالصحافة كان بتشجيع منه، بالتشجيع بدون ما يكون في واسطة. يعني أنا بدأت بالأوريون لجور مع أني كنت بلشت الدرج بالمحاماة عند المرحوم الأستاذ كميل دبس، كنت بدأت أعمل بشركة أبحاث اقتصادية لأنه كنت أخذت شهادتي العليا بالاقتصاد، وإذ تشكلت شركة ورجعت أطلقت جريدة لجور. فغسان اللي كنت صهري بيقول لي ليش جاي عبالك تشتغل بالجريدة وهذا؟ تركت كل شيء، تركت معاش كان أكبر بشركة الأبحاث الاقتصادية، بتعرف بالاقتصاد في مال أكثر. ده كان وقتها إلى كان 1100 ليرة معاشي. بأي سنة؟ بسنة 64. خمسة. إيه، نزلت ل 650-700، وكنت بعدني شي مجوز جديد وعندي ولد صغير كريم اللي اليوم صار شاب كبير راح يتجوز. ونقوا بالبيت انه طيب كيف ننزل المدخول وكذا. حسيت حالي انه بالشركات وبالهذا انا بسجن، وحبيت العمل الصحفي واخترت يمكن وضحيت في الموضوع المادي بالاساس لاختيار الصحافي، وبلشت من الكعب، بلشت صحح بالجريدة، ثم انتقلت إلى الصفحة الاقتصادية اللي كانت اختصاصي، ثم إلى الخارجيات، ثم إلى الصفحة الداخلية وبلشت أكتب الافتتاحية في الصفحة الأولى، ثم إلى رئاسة التحرير. بعد منها كانت اقتربت أو بلشت الحرب اللبنانية، وشعرت ريكاردو أنه الحرب اللبنانية رح تغير من مناخ الصحافي في لبنان، وبالتالي رح تشيل هالجو اللي كان بيشدني للصحافي واللي كان تعبير عن الرأي وكذا، واللي نحكى كتير عنه ديك الأيام إنه الصحافي اللبنانية كانت فالتة على راسه وإلى آخره. لا، الصحافي اللبنانية عاشت عصر الذهبي في الستينات والقسم الأول من السبعينات، ولا تزال اليوم تناضل للبقاء ولا فضل كبير في ذلك. لكن هالمتعة اللي كانت من زمان، وبعني الصحافي مش بس الصحافي المكتوبة، اليوم انتو كمان أرسيتوا قواعد معينة وحطيتوا متاريس عم تحموا وراها ما تبقى من حرية في البلد. أستاذ مروان، بالأمس كنت صحافي واليوم أنت رجل سياسي، وين في حرية أكتر؟ بالصحافي. السياسي عندك بدك تاخد بعين الاعتبار أمور كتيرة. بالسياسي منك ملتزم بس برئيس تحرير وبسياسة جريدة، بالسياسي بدك تراعي ظروف منطقتك وأهلك وجماعتك وناخبينك، وكل ظروفهم يمكن متفاوتة، مش كل الناس عندها نفس المصالح بمنطقتك، فبدك تراعي، بدك تراعي حلفائك بكل المراحل. انت منك وحدك في كتلة، انت رأي بين 10 بين 12 بين 15. بدك تراعي ظروف البلد كمان، قديش مقدار الحكي اللي فيك تطلع فيه بدون ما تأذي مسيرة معينة، ولو عندك عليها مآخذ بتعتبرها انه هيدي مسيرة السلم الاهلي ولابد منها. فمين عنده مسؤولية اكتر، الصحافة ام السياسة؟ اثنين عندهم مسؤوليات، وانا بتصور في في
في يمكن مش نفق حتى في جسر كبير بين الصحافي وبين السياسي، وهذا الجزء عبرت هالجسر أنا عبرته سنة 75-76 لما شعرت أنه بالصحافي ما رح أقدر بقى أعبر عن رأيي، بقدر أعبر شوي بالسياسي، وبعدين تبين لي لفترة طويلة أنه لا بالسياسي ولا بالصحافي بلبنان فيك تاخد حريتك بكل معنى الكلمة. طيب هل هنالك اليوم فعلا عمل سياسي في لبنان؟ أم أصبحت السياسة إذا فينا نقول موضة، موضة عند الرأسماليين وموضة عند الأثرياء؟ عند بعض الرأسماليين وبعض الأثرياء أكثرون. إيه بس يعني نحن جينا على السياسي لا معنا رأسمال ولا أثرياء. أنا عم بحكي عن اليوم فيه. اليوم في شيء شائع أنه كل الرأسماليين بلبنان من كافة المناطق اللبنانية عم يسعوا لعمر معين، عم بيحبوا يدخلوا مدمار السياسة وميدان السياسي. شوف يعني خلينا نكون منصفين، لا مسموح انه يصفي المدخل الوحيد الى السياسي هو الرأسمال، ولا مسموح انك تميز ضد من نجح في اعماله وتقول انت ممنوع تدخل على السياسي. يعني انا باخذ لك امثلة، ما بدي روس اكتر، امثلة بزملاء حولنا، برئيس الوزارة. رئيس الوزارة كان مناضل سياسي بالستينات قبل ما يحمل حاله ويروح يناضل اقتصاديا بالمملكة العربية. كيف كان مناضل سياسي أصدق؟ كان له انتماءات سياسية وحزبية، على أنا ما رح فوت فيها، بس هو بيحكيها وصريح حوله. يعني هلأ ما قدر عاش هون بلبنان، يعني ما قدر يطلع معيشته، راح اشتغل بالمملكة العربية السعودية، نجح بالمملكة العربية السعودية بالأعمال. هل هذا يمنع أنه يرجع ويفوت على السياسة؟ لا قطعا لا. أما نقول أنه كل مين عمل $1,000,000 بحياته صار بده يصير حتما نائب أو وزير أو رئيس وزارة أو رئيس جمهورية أو رئيس مجلس، لا. وبتصور أنه بتضل الاستثناءات قليلة، لأنه بتشوف بكرة لتتحرر أكثر وأكثر الإرادة الشعبية هي اللي بتفرز، بتخلي الرأسمالي اللي بيستحق يكون بتخليه، ويمكن اللي الشحاد اللي ما بيستحق ما بتخليه. الموضوع ما بدي حطه بشكل طبقي بقدر ما فضل حطه بقدر الالتزام. إذا شخص حاسس حاله بيقدر يخدم لازم يخدم، لو عنده $100,000,000 بس يخدم فيهم كمان ومن خلالهم. معالي الوزير مروان حميدي، حرب الجبل حضرتك عشتها طبعا، هل كنت راضي؟ ما حدا منا كان راضي على حرب الجبل ابدا. هل حاولت بوقت من الاوقات؟ وانا بقدر اقول لك انا مرتاح الضمير في هذا الموضوع، انه لم نكن في اي وقت من الاوقات من مطلقي حرب الجبل. ما في شك انه مين افتح الحرب في مرحلة من المراحل صار في ردود فعل يمكن قوية، يمكن ردود فعل تجاوزت الحد المعقول، ولكن حرب الجبل اجت نتيجة تدخلات خارجية كبيرة، اجتياح للبنان، محاولة الغاء وجه وانتماء وهوية لبنان في مرحلة من المراحل، وكان موقفنا من هذه المحاولة موقف المدافع عن النفس. هلأ بتقلي أنه وسائل الدفاع، أنا يعني مني من ممارسي اللعبة الحربية، بس بقدر أقولك أنه بالموضوع السياسي حاولنا مرارا، وأنا بعرف لأنه كنت من أدوات المحاولة السلمية المستمرة، أنا كنت مندوب في كل لجان الوفاق أيام الرئيس سركيس مع المرحوم الرئيس بشير جميل، أيام الرئيس أمين جميل، أيام جنيف ولوزان، أيام الاتفاق الثلاثي، في المفاوضات مع ميسيس جلاسبي وما سمي بأوراق جلاسبي، مبادئ الوفاق 14، حتى العمل في مسودة اتفاق الطائف شاركت فيها. فالحقيقة ما لازم نشوف من حروب من هذه الحروب بس وجهها العنفي، بدنا نشوف المحاولة الدائمة المستديمة
للتخفيف من المعاناة والإسراع في الحل السلمي. وأنا كنت من المؤمنين أنه لابد أن يعود لبنان، وإلا يمكن كنت نفضت إيدي من كل هالقصة وطلعت منها. بس أنا مؤمن بأنه لبنان كان لابد أن يعود من الحرب إلى السلم، وهلأ مقنع أنه لابد أن يعود وسيعود لبنان من السلم إلى الممارسة الديمقراطية والحرية الصحيحة. مروان حميدي، عبر التاريخ التحالفات كانت تتم بين الموارنة وبين الدروز، وأيضا كان في برك دم بين الموارنة وبين الدروز. ليش برأيك الحمام بعده مستمر؟ وليش برأيك عند كل مفصل سياسي هنالك تعرض للبطريركية المارونية وللإكليروس؟ لا، بدنا نرجع نحط الأمور في يمكن نصابة التاريخي. الموارنة والدروز ما بقول تعايش، وما بحب الكلمة أبدا، عاشوا حياة مشتركة بكل معنى الكلمة في جبل لبنان على مدى قرون طويلة، وصار في يمكن حوادث طارئة بيناتهم في مراحل كان يتسبب فيها بكل تأكيد العنصر والتحريض الخارجيين. إذا بترجع لأيام الشابيين، تنتقل بعد ذلك إلى 1840-1860، إلى ما جرى في 1860، ثم ما جرى حديثا، بتلاقي أنه في كل مرحلة من المراحل، من إبراهيم باشا لليوم، في دايما كان محاولة من فريق من الفرقاء للإفادة من الدعم الخارجي لتغيير المعادلة الداخلية. وهيدي بتصير حتى بالبيوت وبالعائلات، وهيدا الخطأ اللي وقعوا فيه الموارنة والدروز طالما كان الحديث عن لبنان حديث عن لبنان الصغير. اليوم ما بقى فينا نطلع إلى لبنان على أنه لبنان الصغير. اليوم في لبنان آخر أكبر، نشأ يمكن سنة 20، ولكن هذا اللبنان باقي بتعدده، باقي بشكل أنه ما عادوا الموارنة والدروز تتتات في البلد. في سنة، في شيعة، في أرثوذكس، في أهلنا في المناطق المحيطة بجبل لبنان. وبتصور أنه يمكن هذا التنوع لازم يحمل الموارنة والدروز أنه يتحولوا من طوائف متناحرة إلى طوائف لاحمة وطنية. يمكن نحن الدروز صرنا أقلية من أكثر من قرنين ثلاثة، وصرنا أقلية حتى في القرار السياسي، وهذا يجب أن يدفعنا إلى أن نكون دائما نحن متراس للخط الوطني في لبنان، متراس للخط العربي، حافظين على الديمقراطية اللبنانية، ونحاول نوفق بين الطوائف مش تختلف معها أو نخلف بيناتها. هذا هو حلمي، بس أنا ما بدي أحلم بس بتعابير وبمنطق طوائفي أو مذهبي، يكفينا ما نحن فيه من آلام اليوم، وكيف تمذهبت السياسة اللبنانية للأسف بعد الطائف بدل ما تتجه نحو إلغاء الطائفية. نحن أنا بشوف أنه تراجعنا كثير بالسنوات الماضية، ولا بد من حركة تصحيحية حقيقية لمسيرة الطائف خصوصا لهذه الناحية، وقف هذا التدهور نحو مزيد من تطييف البلد وتمذهب البلد. لكن اليوم هنالك هجوم مباشر على البطريركية المارونية، أو هجوم درزي على البطريركية المارونية وعلى الإكليروس وعلى الكاثوليك. ليش؟ لا، هذه بتصور يعني بكرة بتسأل بحلقتك مع الأستاذ وليد بتفوت معه أكثر بهالموضوع. هذا مش هجوم الطلاق، هذا هجوم الدفع إلى مزيد من التصارح وليس التكاذب بين شركاء أساسيين في هذا الوطن وبين شريكين كانوا في أساس إنشاء لبنان الحديث. بالنتيجة الموارنة والدروز كانوا في أساس بناء لبنان الحديث اللي حوله رجعت تحلقت ونشأت هالفكرة العامة اللي هي لبنان الكبير العربي الهوية والانتماء. مروان حميدي، حضرتك درزي من والدك، كاثوليكي من والدتك، أرثوذكسي من سهرك، وسني بالزواج
هالتعددية بالمذاهب وبالأديان كيف تفاعلت معها؟ الحقيقة أنه يمكن ببعض الأحيان ضرتني عند المتزمتين، أكانوا دروزا أو كاثوليك أو سنة أو أرثوذكس، أنه طيب شو هالحالة البندقة مثل ما بيقولوا لك بيه. بس لا، أنا بتصور أنه هذا الانفتاح، هذا التواصل في الحياة الخاصة بين أبناء الوطن الواحد هي الفاتحة الحقيقية لإلغاء الطائفية بالبلد. وهيدي اللي أشعرتني أكثر من أي شيء آخر بالظلم اللاحق بالمواطن اللبناني. لأنه يا ريكاردو، أنا المواطن الدرزي حقوقي هالقد، مرتي السنية حقوقها هالقد، صهري الأرثوذكسي هالقد، الكويتلي يمكن أكثر. وبالتالي بتحس أنه بعيلي وحدي هؤلاء المواطنين المنتمين إلى وطن واحد عندهم حقوق متفاوتة. وأنا برأيي طالما هذا باقي، طالما المشكلة اللبنانية باقي. طيب بهالتعددية هيدي شو حبيت وشو ما حبيت؟ لا، حبيت كل شيء، لأنه أنا غير متزمت من الناحية الدينية. أنا منفتح ملتزم طبعا، ولكن بالوقت نفسه منفتح. شربت يمكن من أكثر من مصدر ثقافي، عربي وغربي، ولكن هذا لم يغير لا بإيماني وتمسكي بعروبتي ولا بتطلعي إلها أنه بتكون بلا معنى هالعروبة إذا ما كانت منفتحة على الأفكار والتيارات وكذا. بالنتيجة كيف صار جزء منا اشتراكيين، كيف صار جزء شيوعيين، كيف ناس بتؤمن بالسوسيال ديمقراسية أو بالديمقراطية أو باليمين. يعني أخذنا أفكار من مصادر ونبيع كتيرة، بس هذه ما بيفقدنا أصلتنا ولا تمسكنا بوطننا وبعقيدتنا الوطنية. مروان حميدي، وراء هالابتسامة الراقية والشياكة الدائمة وهالأسلوب الأنيق أو المهذب، شو فيه؟ شخص عادي كتير يعني منشوفه نحنا؟ لا، في شخص عادي كتير مثل كل الناس، نفس الشخص اللي منشوفه ومعرفه، بيحاول أنه يغطي بالابتسامة أحيانا بعض الألم الداخلي. ولكن نحنا يعني بتصور خصوصا في موقع المسؤولية، مش مطلوب منك أنك تحمل الغير وطئة ألمك أو مشاكلك. بالعكس، أنت لما بتجي بتتنطح للمسؤولية، خصوصا المسؤولية السياسية، مفروض فيك أنه أنت جاي تحل مشاكل الناس مش تحملهم مشاكلك. وبالتالي بدك أول شيء تواجههم بابتسامة اللي هي أهلا وسهلا، تعالوا قولوا لي شو مشكلتكم، بحاول قدر الإمكان حلها. هيك كنت بوزارة الصحة وهيك باقي كنائب. أكيد قبل شوي عن الألم، شو أكتر حادثة كانت مصدر ألم لك أنت؟ الحقيقة يعني في نوعين من الحوادث بالحياة، في الحوادث العامة وفي الحوادث العائلية الشخصية. يمكن من أكثر الحوادث الشخصية اللي تألمت فيها هو فقدان أختي نادية، اللي كانت أكبر مني بخمس سنوات واللي تقريبا هي ربتني. فلما فقدتها، خصوصا فقدتها بظروف، أولا مرض خبيث وظروف مؤلمة جدا، وبوقت كانت البلد مقسومة لدرجة أنه ما قدرت أطلع على الحقيقة جنازة إلا وسط تدابير أمنية استثنائية تدخلت فيها يمكن 3-4 دول، تقدر وصلت وحضرت بالكنيسة جناز أختي ودفنها. هذه كانت من أكثر الأوقات الألام العائلية. بقدر أقول لك على الصعيد العام، أكثر شيء حز بنفسي هو هزيمة 1967، اللي بعتبر أنه العرب ومنهم لبنان بعدنا لليوم عم نحمل وطأتها ونتائجها. ابن أختك جبران تويني شو أخذ منك؟ عادة بيقولوا أنه بيكون الصبي مخول. أكيد مش الدبلوماسية، بس لجبران يعني آراؤه، لجبران حريته، وأنا لما بحترم
الآراء وبحترم الحرية ونتناقش أحيانا، ما بنتفق دائما ولكن نتناقش بتحاور، وبتصور أنه مع الوقت من موقعه، أنا كنت كمان قبل ذلك في مواقع اعتبرها أكثر تشددا، يمكن بالحوار بالتواصل كمان بيقبل هو على الأخذ والعطاء أكثر. هل بتعتمد على نجوميتك الشخصية استاذ مروان؟ لا، شو هي النجومية؟ لا 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 لا، في شيء اسمه نجومية. النجومية مثلا الليلة انت عطيني فرصة اني طلع الناس، لا جد هيدي شو هي النجومية؟ هي انه تقدر تحكي مع العالم وتطلع عليهم. في ناس بكل تأكيد أكثر نجومية بين مزدوجين منا، ما عندهم فرصة أو ما أتحت لهم الحياة فرصة تطلع على الآخرين. في ناس كتير مظلومة، مش بس ماديا بالدنيا، في ناس عندها مواهب كبيرة وما طلت. كم في رسام أو موسيقار أو مهندس أو مخترع أو مبدع ما قدروا ظهروا وما قدروا أظهروا هذا الإبداع. وبتصور في كتير ناس كان عندهم خامة سياسية أكتر منا بكتير وما أتحت لهم فرصة أنه يوصلوا إلى مواقع التمثيل النيابي أو إلى شو بدنا نعمة النعمة كمان بحط لك إياها بالمزدوجين، إلى نعمة الحياة والتألق السياسي. بعد الكلام الجميل شو بدنا نضيف استاذ مروان بوسترة؟ سؤالي الاخير، هالشعبيه المرتفعه عند السيدات من وين؟ شو الوصفه؟ شو الرساد؟ ليش عم تحط لي اياها عند السيدات؟ انا بتصور انه تنرجع للاصوات اللي اخذتها مثلا، شو اخذتها بس اصوات سيدات؟ لا، بتصور انه يمكن العنصر النسائي في لبنان كما في كل دول العالم عنصر يمكن هيك متشوق إلى التغيير، إلى الحوار، إلى الانفتاح، خصوصا بالشرق. بالشرق المرأة بتحس سياسيا بالكبت، فالدعوة إلى طلطة، إلى انفتاحها، إلى إعطاء حقوقها شغلة مهمة للوصول إلها، إلى قلبها وإلى صوتها. فأنا يمكن من أنصار إشراك المرأة أكثر وأكثر في حياتنا العامة من دون طبعا إغفالها في حياتنا الخاصة. هل أنت راضي عن كل شيء بحياتك؟ يعني شو هالإدعاء بكون راضي عن كل شيء؟ لا، بس لما برجع بعمل نوع من تقويم أو جردي لجردي لهالسنوات، بلاقي أنه بحساب الأرباح والخسائر الأرباح هي أفضل أو أكثر من الخسائر. تبقى الخسارة الكبيرة أنه الوطن لم يعد بعد إلى ما كنا نتمنى أن يصل إليه. أنا بشكر حضورك وبتأمل لك كل الخير والسعادة، وطبعا من نجاح لنجاح، وبشكرك على حضورك مرة تانية. وأهلا وسهلا فيك. شكرا لك.